الإكسبير. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في نصيحة الإكسبير، الموعد اليومي ملتقانا كما تعودتوا كل يوم الاثنين للجمعة من 11 ونص لنص النهار على إكسبريس أفهم. رفقكم ريم لانجليز وميكرو من السيسي في الإخراج وسليم معنا في الإخراج الرقمي. وبيان سور إذا كان عندكم أي تفاعل مع موضوعنا تنجموا تكلمونا تدخلوا معنا على 71 725 1000. نحكيو اليوم ديكوراسيون، نحكيو على لا تكنولوجي وقت اللي تكون اون بارتي انتيغرونت دو نو في، واليوم كيفاش جوستومون التكنولوجيا تكون أو سيرفيس دو ديكوراسيون، كيفاش هذا يعاوننا اليوم في الاميناجمون دي اسباس نتاعنا، كيفاش نحسنوا لو كونفور اي لا سيكوريتي في الفضاءات نتاعنا. موضوع نحكيو فيه مع ضيفتي ديكوراتريس دانتيريور ملك بوشندير. اهلا وسهلا ملك، مرحبا. مع السلامه ريم، عايشك، فرحانه برشا اللي جيت بحدكم اليوم. وانا جدا سعيده اللي نتلاقاو وفي موضوع مهم خاطر اليوم اوني توجور كونيكتي. معناتها اليوم التكنولوجيا كيما في التقديم قلت معناتها حاجه موجوده في حياتنا وتفرضت علينا وقد تسهل لنا حياتنا زاده. Donc, le moment où on parle de décoration, justement, on peut avoir recours à tout ce qui est nouvelle technologie. Quelle est la relation entre la technologie ou la décoration d'intérieur? La technologie est dans notre vie. Donc, ma famille est allée, je peux dire la décoration. Donc, l'intersection entre la technologie ou la décoration, la réalité est que le design est accessible à tout le monde. Donc, il y a un smartphone ou un tablette, il y a un jardin, il expérimente, il explore haka, des ambiances, des couleurs, des aménagements. Mais vraiment, c'est le aller à l'autre. Maintenant, le jour où on est là, mais en tant que tout tu vois les inspirations à la Pinterest ou à la Hoose, ou en tu t'amènes le projection hédic à l'espace MTX, tu vois. Donc, il y a des applications et du coup, il y a un lourd mlet ni, il y a des idées ou il les applique tout à l'espace MTX. لينا احنا زاده كبروفيسيونيل دونك لا تكنولوجي عاونتنا على الاخر باش نحسنوا في الاكسبيريونس كليان تاعنا دونك لا رياليتي فيرتوييل والكل طون نحكيو عليها من بعد. Et bien sûr, il y a l'aménagement intérieur ou décoration, tout l'aménagement intérieur ou technologie, pardon. Il y a bien les maisons intelligentes, domotiques ou les choses qui sont comme ça. Oui, je vais vous dire que c'est un kiff. Quand tu ça te permet de visualiser, que tu as juste trail, très vraiment, hasbe l'espace, il y a ce que tu peux faire comme décoration d'intérieur. Et tu as dit que 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 تكنولوجيا باسكو لا تكنولوجيا تعوض الانسان ولا شيء بعد حاجه. صحيح هو تبيك احنا راهو الحقيقه اليوم باش نحكيو على دي زابليكاسيون اللي يكونوا سامبل على الاخر في استعمالهم، دي زابليكاسيون غراتويت اللي اي عبد ينجم يستعملهم وشنو هو اللي يعملوا. ومن بعديك الحقيقه مانيش ندخلوا في الديبا نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال تعوض خدم ولا ما تعوضش خاطر هذاك بحر اخر. باش نحكيو على لي بروفيسيونيل اما اليوم جوستومون ساعات انت تمشي ان بروفيسيونيل على خاطر تعرف اللي عنده تكنولوجيا متطوره برشا و اي تو بيرمي فريمون باش تعيش لي شانجمون اللي انت تحب تعملهم في دارك. دونك اليوم نجم عادش نستحق باش نمشي للبروفيسيونيل هذاك بيسكو جي اكسي جوستومون ا سو جونغ دابليكاسيون اي دوتي. هو شو هما لي زابليكاسيون هذوما فاش قاعدين يعملوا؟ دونك هما دي زابليكاسيون اللي قاعدين يخدموا على لا رياليتي اوغمونتي، معناها انهم ياخذوا دي زيليمون فيرتويل يزيدوهم على الاسباس نتاعك انت. ها مثلا باش ناخذوا ان اكزومبل كونكري، ناخذوا مثلا ان سيمولاتور نتاع بانتور. دونك اليوم ولينا في عود ما انت تبدا قاعده في البيت وتغزر، واذا كان ندهن مثلا الحيط هذاك تيراكوتا شنو يعطي باهي ولا لا، كيما ينجم يعجبك كيما تنجم كي تدهن ما يطلعش كيما انت تصورت. مثلا اليوم تلقى دي simulateur qui m'a par exemple Paint My Room ou la Paint AI ou la en note hein Sahi, en note c'est gratuit Snap, c'est gratuit applications gratuit sur le Play Store tu peux les télécharger gratuitement tu testes tu chouffes et donc يخليوك تنجم تعمل فيزواليزاسيون هاكا. دونك انت مثلا باش تدخل لهم تصويره باغ اكزومبل نتاع اون شامبر اكوشي هو وحده باش يقرا باغ اكزومبل الحيوط والا انت تو سيليكسيون وتعطيه اللون وهو اللي يحط هكا، معناها هو جوست باش يخليك تشوف. هوني على اللي قلت لي يعوضوا ولا ما يعوضونيش في لي زابليكاسيون هذوما في ستاد هذا اللي نحكيو عليه مازالوا ما يعوضوش على خاطر هما يخليوك تشوف هكا هاو باش يسهلوا عليك، معناها كيما قلنا لا فيزواليزاسيون نتاع البروجي دو بانتور اما ما ياخذوا حتى بارامتر اون كونسيديراسيون. وقت اللي هو اختيار اللون في بيت ما هو باش يكون حسب لي بريفيرونس نتاعك بالطبيعه، اما زاده حسب لورينتاسيون نتاع البيت وكبرها والفونكسيون نتاعها والاكليراج ناتشوريل اللي فيها والمابل وهذاك الكل. دونك لستاد هذا
مازالوا ليميتي شويه دونك حاجه تقريبيه صحيت. مالك باش انت لكن تسمح تعاود لي اسمي لي زابليكاسيون اللي يسمع فينا يقول لك اه جي غاتي سا دونك هيت نعاودوهم فما بينت ماي روم اللي هي تنجم تلون بها الحيوط فما كيف كيف الكولر سناب وفما بينت اي اللي هي تنجم تبدل الوان الحيوط والا المابل الاثنين تتسمى هكا بوسي شويه على الاخرين كيما زيد مثلا اون ماتيير داميناجمون فما كيف كيف دي زابليكاسيون اللي يعاونونا بور اجونسي المابل نتاعنا دي زابليكاسيون كيما باغ اكزومبل ماجيك بلان هوم اي اي هوم ديزاين هوم باي مي مي فريمون برشا برشا على الاخر دونك لي زابليكاسيون هذوما فيهم انواع دونك مثلا ناخذ باغ اكزومبل اي هوم ديزاين تاخذ كيف كيف انشي فوتو ريال مثلا على صالون تاعك مثلا لو صالون تاعك هو يلي دون ان ريجستر كونتمبورين انت تقول كان نبدل زعما نردو روستيك ولا نعمل ان ستيل بوهيميان وتبدا تتصور وتستخايل وكيفاش باش يطلع والكل لي زابليكاسيون هذوما باش تلقى عندك اون بيبيوتيك دو ستيل تختار منها وهو اون طون ريال باش يعطيك دي بروبوزيسيون وهكاك تشوف وتختار. داكور. فما حتى اللي خير من هكا اللي عندك هكا بينا تحط ان تكست ديسكريبتيف وتقول له هكا اذا كان عندك دي ديتاي والكل وهو يعملهم. توجور نحكيو في ستاد هذا هاكم يعاونونا وي بوغ افواغ دي زيدي باش تبدل باش تشوف تجرب كيما قلنا انا مازالو ليميتي شويه بارابور الانسان بارابور للبروفيسيونيل معناها على خاطر كوم هو ياخذ من دي بيبيوتيك هو عباره عنده حاجه مصبوبه فيه باش ياخذ اليمون منا ويل كومبوز صحيت ويل كومبوز بهم دونك تقعد ديما مازالت الكرياتيفيتي نتاعو ليميتي شويه ما ينجمش يعمل لك معناها دي اسباس اونيك بيرسوناليزي ما ينجمش كيما لو ديزاينر الانسان معناها باش تكون عنده معناها الكاباسيتي ا كري دي سوليسيون سور ميزور ليك انت هذيك مازالت ما فماش اي بيان سور راهو les projets d'aménagement intérieur, mais il y a une conception. Il y a le volet technique, l'application qui m'a dit que je gère des ambiances, là que ça l'a mais il m'a dit que les compétences techniques ou le col, je gère le projet. Au bout de la fin, le volet est le concepteur et nous, il y a la coordination. Mais il y a les corps de métier, puis il y a le staffeur, le nageur, le hadé, et le col. Donc l'application, oui, tu as un affaire, tu as un projet d'aménagement, tu as un projet d'aménagement, tu as un projet d'aménagement. بالضبط مازال شوي دونك عندها حدود معناتها فما دي ليميت للشيء هذايا مي ان توكا يا بوكو دافونتاج هيت نعاودو نذكروهم ونعدو بهم هلا لي زافونتاج هذوما واليوم الاهميه نتاع انه اون بو افوار ريكور جوستومون على تكنولوجي اي اوز ابليكاسيون هذوما بور لاميناجمون ولا لا ديكوراسيون نتاعنا هذوما كيما قلنا لي زابليكاسيون هذوما خليو كيما قلت قبيله لو ديزاين اكسيسيبل لكل عبد اي عبد دونك انت عندك سمارت فون عندك تابلت فما لي زابليكاسيون هذوما ومنهم برشا معناها تنجموا تشوفوا دي زابليكاسيون اي ا انتيليجونس ارتيفيسيل فما في ديزاين وديكوراسيون والكل يطلعوا برشا باش تجربوا هكا فوز اكسبلوري هكا فوز اكسبيريمونتي حتى راهو باش قبل ما تمشي للبروفيسيونيل حتى تعرف انت هكا روحك شنو هو اللاكس اللي تحب تاخذه تقرب لروحك الستيل اللي تعرفوا خاطر ساعات يجيو كعبيد هما بيتهم مازال ماهمش فاهمين شنو الستيل اللي يحبوا عليه ولي بوزوا نتاعهم هما دونك ديجا انت هاكا تخمم مع روحك تفهم روحك مع روحك صحيح بعد كي تمشي للبروفيسيونيل ديجا فما ربح كبير للوقت فوالا فوالا باش تاخذ عارفين التوجه نتاعنا ولينا احنا زاده لي بروفيسيونيل راهو الحقيقه عاونونا على الاخر دونك احنا قبل اللي كنا نخدموا باك لي زوتي كلاسيك هذوك من قبل كانوا شنو لو ديزاينر انتيريور لو روندو نتاعو شنو يكون ماهوش يكون سو فورم دو 3 دي ايماج اون فوتو معناها فيجي باش تشوفها والا اللي بالكدا لي زانيماسيون اي لي فيزيت فيرتوال دونك واللي هما الحقيقه يخليو فما هكا شويه صعوبات في البروجيكسيون على خاطر بهذوما وحتى بالفيزيت فيرتوال معناها قبل الكلاسيك تقعد ديما فما هكا اون سونساسيون دو ديستانس بين الكليون معناتها صحيح يحس روحو مازال بعيد شويه على البروجي نتاعو ما فماش هكا لونجاجمون ايموسيونيل مع البروجي ما يوصلش وساعات زاد لي روندو الكلاسيك هذوما بالطبيعه راهو يخليو الفيزواليزاسيون ليميتي ماك باش تشوف كان انا شنو اللي حضرت لك كان الكوان اللي انا وريته لك ماك باش تكون عندك انت فكره كامله على الصحيح لو بروجي نتاعك الكل اي اون بلوس العباد كي تشوف تصويره والا فيديو تقعد ديما
معناها الحقيقه ما تنجمش تعرف لي بروبورسيون، ما تنجمش تعرف لي ديمونسيون ريال نتاع الاسباس ولا الموبل ولا ساعات مثلا هو في 3 دي تعجب في وحده 3 دي تعجب التصويره من بعد جي كان بعد ليكزيكوسيون بعد الميزون نوفر اللي طلعت صغيره اللي ما تصورتش هكا اللي الكل. باغ كونتر توا كي تعدينا للرياليتي فيرتوال، الرياليتي فيرتوال هي شنو هي؟ في عوض ما انا نعطيك كتشوف حدك حد التصويره والا نعمل كيما قلت لك انيماسيون انا تويكا دونك نجم جو سوي كابابل انك نعيشك في الاسباس كامل وتدور فيه وتتحرك فيه وتدخل وتعمل كل شيء. تيدونتيفي ا سيت اسباس قبل ما تصير الوحده. دونك هنايا ولينا نحكيو على فيزواليزاسيون ايمرسيف تتسمى اللي هي انا الكونسيبتور كيما قلت لك باش نحضر لك اسباس قبل بيان سور الكونستركسيون وانت باش تدخل باش تجرب هكاك تفهم اكثر لو ديزاين تفهم اكثر لي بروبورسيون خاطر اون ديغي عايشه فيه عباره جبت لك شويه من المستقبل وعايشتك فيه وحطيتهولك فهمت. ملك دونك انت جاوبتني على السؤال فينالمون دونك لي زوتي تكنولوجيك هذوما اليوم يعاونوا لي بروفيسيونيل يعاونوا لي بارتيكولي اي سورتو يعاونوا التواصل بين لي بروفيسيونيل اي بارتيكولي معناتها انت اليوم فما صحيح. ربح كبير للوقت فما معناتها يمكن حتى طريقه التواصل مع لو بروفيسيونيل اللي باش هو يعمل لك لاميناجمون دو تون اسباس فينالمون باش يبدا عارفك انت شنو تحب خاطر انت تو ايو لو باش تفهم روحك اكثر اترافيغ سي زوتي تكنولوجيك logique donc c'est au service des deux en fait بالضبط هي ديما راهي المنفعه باش ترجع للكليون المنفعه ديما باش ترجع لك لوتيليزاتور نتاع الاسباس هذاك فينالمون انا كديزاينر شنو الهدف نتاعي اني جو كري ان اسباس يكون فونكسيونيل اي ارغونوميك ليك انت حسب استعمالك انت و لي بيزوان نتاعك انت اي دايور بال رياليتي فيرتوال هذيا هاكا تنجم حتى راهو تعمل دي تيست دو فونكسيوناليتي خاطر انت كي انا نعطيك هالاكسبيريونس ايمرسيف هذيا انت حتى من سيركولاسيون في وسط الاسباس نتاعك تجربها وصلت تويكا حتى شنو اللي نعملو نجم انا نعطيك مثلا باغ اكزومبل جينا مثلا في اميناجمون نتاع فيلا موديل حاجه سامبل على الاخر نجم انا لا كونسيبتريس نعطيك اكسبلوراسيون كها تدخل تفرج تشوف اكها والا نجم نعطيك ان موديل انتراكتيف اللي وقتها اون طون ريال تنجم تبدل الحاجات مثلا انت تفرجت حطينا باغ اكزومبل نقولوا رخام كذيل في القاعه مثلا ان اكزومبل ما عجبكش دونك في عوض ما انت تقول لي واستناني وحتى انا نعمل لي ريكتيفيكاسيون ونبدل ونعاود نبعث لك لا انا نعطيك لا فيرسيون انتراكتيف انت في وقتها تبدل وتشوف عجبك والا لا بيان سور حسب لي زوبسيون اللي باش نحلهم لك اللي باش نحلهم لك انا اي دونك هكاك حتى لا بريز دو ديسيزيون تكون اسرع وتكون اكليري اكثر خاطر تولي ما عاد عندك حتى موفيش وقت ليكزيكسيون ونجمو مش لازم نقعدوا مع بعضنا كل فتره قصيره معناتها جو في سي موديفيكاسيون لا انت ان تونك بروفيسيونيل باردون تشوفني اللي جاي افكتوي لي موديفيكاسيون هذوما دونك تعرفني شنو نحب نبدل في صحيت وهكاك لينا احنا الاثنين نربحوا برشا وقت هي انا الحقيقه كبروفيسيونيل باش نربح برشا الكليون كيف كيف زاده كي يجي وقت دي فلوس زاده خاطر هو كل لي اجستمون كلهم بالفلوس هذوك ايفيدامون نربحوا كلنا جوستومون الوقت يزربنا ونحبوا نحكي شويه على الدوموتيك يمكن نقولوا تكنولوجي زاد نحكيو على الدوموتيك من الحاجات اللي غيرت اليوم نتاعنا اليوم سوني بلو كونسيديري كوم ان لوكس اما حاجه من الحاجات من الكماليات اللي الحقيقه معناتها دخل كونفور كبير وتسهل برشا حياتنا جوستومون سي كوا لا دوموتيك كيفاش اون بو ليكسبلواتي اليوم كيفاش تقدم لنا بليزيور افونتاج وتبدل لا فيزيون دو لابيتا مي هو فوالا تري بيان خاطر هي ديما يمشي في مقنع اللي هل لي زافونسي تكنولوجيك هذوك نستحقوا لهم كاين وقت الكونسيبسيون ويعاونوا كاين في هذاك اوركولي وما بدلوش كاين هذاك هما بدلوا حتى فينا احنا كيفاش نعيشوا في ديارنا معناها طبيعي قاعدين نشوفوا كما قلت انت معناها لي زانتيريور نتاعنا راهو ولاو دو بلوس اون بلوس كونيكتي وما عادش ان لوكس فهمت معناها حتى ان تيرم دو فلوس ولات حاجه اكسيسيبل للناس الكل دونك نبسطوها على الاخر هي سي ان انسومبل دو سيستيم اللي يخليك عندك اي اباري الكتريك عندك في الدار تنجم تحكم فيه ا ديستونس بتليفونك ديما والا بالتابلت نتاعك واكثر من هكا تنجم حتى تتعدى للاوتوماتيزاسيون تعمل دي سيناريو دوزاج تقول لي فيش يعاونوني يعاونوا في برشا حاجات الحقيقه يعاونوا في كونفور يعاونوا في سيكوريتي يعاونوا في الانديبوندونس في كل شيء هاو مثلا
ان اكزامبل كونكري اللي نعيشوا فيه توينسا الكل يومين مثلا به اي تونسي تويك اي عبد ماذا به هاو يدارو صباح صحيح ولا حاجه اللي هي ماهيش ايفيدونت كي تبدا انت لازمك تخرج من الدار الساعه تزرب صحيت ومازال بكري وما فماش الشمس فوالا دونك باش تولي بالدوموتيك حاجه سهله على الاخر بتليفوني انا مع 8 تك ننزل نطلع ستار 9 ل 10 نهبطهم والا كاريمون كيما قلت نعمل ان سيناريو ونحط انا لي ستار مثلا نتاع بيوت النوم يتحلوا من الوقت الفلاني للوقت الفلاني اللي انا نختاره وهكا يعني هكا فاسيليت حياتنا نتاع كل يوم عرفت سي راهو مش يسهل بركه معناتها اليوم مثلا على سبيل المثال فما امطار متوقعه اون فان جورني اذا كان انت مازلت في الشارع مازلت تخدم تنجم تهبط لي ستور وتسكر شبابكك وانت ديجا بعيد في الشارع معناتها وفي حاجه فريمون سامبل على الاخر مثلا كي تعمل انت هما شنو هما راهم دي زيليمون صغار اللي يركبوا في البريزيت فهمت نجي مثلا انا نعمل باغ اكزومبل الدوموتيك على الفور نتاع الكوجينه نتاعي تولي مثلا انا تاويك خرجت من الخدمه في الثنيه تاك نحل الفور باش يسخن باش كي نوصل بطول نحط البلان تاعي ما نقعدش بعد ما نروح نستنى فك الدرجين وربع ساعه برشا نلقاوه في لاغوزاج اوتوماتيك نلقاوه نلقاوه مثلا حتى في ديستريبيوتور نتاعك الماكله اللي كان عندك قطوس كلايب في الدار حاجه هكاك دونك تنجم تعملو نلقاوه في الشوفاج في الكليماتيزاسيون في كيما قلت لكم اي حاجه تخدم الكترونيك الكل صحيح كلهم دونك تنجم تعمل عليهم نجم انت مازلت في الفرش وديجا قهوتك قاعده تسيب صحيح صحيح وفما هي راهي فلا هي راهي وصلت حتى تويكا في النوفيل جينيراسيون معناها تويكا ولاو حتى ياخذوا من لي زابيتود نتاعك انت وحدهم هاكا يوليوا يعملوا هاكا الى جوست الاوقات والكل على حسب انت لا روتين نتاعك ولو كوتيديان نتاعك مالك اي تفضل نكملوا بربي في السيكوريتي على خاطر حاجه مهمه على الاخر زاده الحقيقه لا دوماتيك تخدمنا على الاخر في سيكوريتي كيما انا ديما نحب نعطي دي زيكزومبل اللي الكل نعيشوهم كل يوم مثلا لا سيرور انتيليجونت تاويكا باغ اكزومبل انا توا بحديك قاعده هوني وعندي اون فام دو ميناج باش تجيني للدار ما نجمش نقولها استناني حتى نروح ما نجمش نقولها ما تجيش دونك توا بسيرور انتيليجونت نجم وانا قاعده بحديك هوني نحل لها الباب دونك وهيك هي تدخل من غير ما نعطيها انا كلي فيزيك معناها فهمت كيما مثلا ما نعرفش واحد اولاده باش يروحوا من المكتب وحدهم في الدار ما فما حد في الدار يسهلوا على الاخر فما اللي هكاك ولا حتى بالغوكونيسونس فاسيال زيدا حاسين برشا حاجات لي سيمولاتور دو بريزونس مثلا للناس اللي تسافر برشا تغيب على الدار برشا تنجم تعمل ان سيناريو كامل ضو يشعل يطفى شباك يتحل يتسكر ماكينه تعمل حس دونك لاسبي هذا سيكوريتير زاد مهم برشا يمكن اهم حتى من الكونفور اكزاكتومون الوغ جوستومون بور فينير مالك بوشانديل اليوم كيفاش اون بو اكسبلوتي جوستومون لي نوفيل تكنولوجي باش نحسنوا لو كونفور اي لا سيكوريتي نتاع الفضاءات نتاعنا كيلكو كونساي بور فينير والله انا نقول لي زابليكاسيون اللي حكينا عليهم قبيله وي نجربوهم الناس الكل ونشوفوا ونعملوا لي تيست نتاعنا علاش لا مازلنا كما قلنا في ستاد هذايا ما همش قاعدين عندهم حدود صحيح مازالوا عندهم حدود الاي اي بصفه عامه في ثنية قاعده تتطور على الاخر وين باش توصل الله اعلم وين باش توصلوا بها ما نعرفش لينا احنا لي بروفيسيونيل اكبر مستنفعين في الحكايه فهمت ودوماتيك وي نجربوا على حاجات صغار هو راهي ودوماتيك معناها زيد راهي ماهيش على الانتيريور الكل فهمت هي تكون شي حاجه على كارت باش تاخذ لي زارتيكل اللي حاجتك بهم دونك اذا كان ديما معناها الحاجه اللي باش تعاوننا وباش تسهل علينا لو كوتيديان تاعنا بيان سور علاش لا مالك باش ندير يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان سوجي تري انتريسون ان توكا حكينا اليوم على كيفاش لا تكنولوجي تكون او سيرفيس دو لا ديكوراسيون et de l'aménagement de nos espaces intérieurs. Merci encore. La Vaifti Malek Bouchandila, décoratrice d'intérieur, qui est en train de se faire l'expert, l'émission, qui est en train de se faire l'expert sur la page Facebook et la chaîne YouTube d'Express FM. Nous avons eu un moment de l'année dernière. Nous avons eu un moment de l'année dernière. Nous avons eu un moment sur Express FM. Rim Langlis, qui est en train de se faire au micro. Manel Sessi, qui est en train de se faire l'écran. Salim, qui est en train de se faire l'écran. Nous avons eu un moment de l'année tout de suite. Midi Express, avec Marim Belkadi et Kamel El Ferir. Nous avons eu un moment de l'année dernière. Nous avons eu un moment de l'année dernière. Nous avons eu un moment de l'année dernière. Comme Philemon Babaye.